السلام عليكم. إن كنت تفكر في عمل اختراعات بسيطة باستعمال جهاز تحكم عن بعد أو الريموت كنترول، ولكنك تجهل من أين تحضر ذلك جهاز تحكم عن بعد. الحل البسيط أصدقائي، هذا الفيديو سوف أشارك معك من أين تستخرج جهاز تحكم عن بعد وكيف تستعمله، يعني الطريقة الصحيحة التي يمكنك أن تستعمله بها في إنشاء مجموعة من الاختراعات الجديدة. الآن سوف نقوم بتشغيل يعني المصباح والمحرك في آن واحد. لاحظوا، جهاز التحكم فهو يحتاج الى يعني شيئين. الشيء الاول هو عنصر التحكم او بوردة التحكم الموجودة هنا، او الشق الثاني وهو البوردة الموجودة داخل السيارة، يعني هما معا يمكننا ان نحصل على جهاز تحكم عن بعد. السيارة التي تسير هي التي سوف نقوم بفتحها، فقط نقوم بقلب هكذا، نقوم بفتح هذه البراغي وبإزالة هذا يعني الهيكل او الكاركاس او الغشاء. ما يهمنا وهو انه سوف نجد يعني بوردة او صفيحة كما تلاحظون على هذا الشكل، نجدها في الوسط، تكون وسط السيارة. هذه هي التي سوف نتحدث عنها اصدقائي وسوف نشرح عليها. هناك خيوط مرتبطة بهذه الصفيحة، يمكنك قطعهما على هذا الشكل، اقطع هذين وثم اقوم بقطع هذين الخيوط. هناك خيط خاص بالبطارية، قم بقطعه كذلك. اما هذا الخيط الابيض كما تلاحظون فهو الخاص بالاشارة. كما تلاحظون يعني هذه هي الصفيحة او البوردة الخاصة بالتحكم عن بعد. هذه البوردة او الصفيحة ننتزعها فقط، بينما باقي الخيوط التي ترتبط بهذا المحرك والخيوط التي ترتبط بهذا المحرك وبالقاطعة وبالبطارية نقوم بقطعها جميعها. اذا نقوم بفتح هذا البرغي من هنا، لاحظوا هذا هو البرغي، نقوم بفتحه على هذا الشكل، نقوم بفتحه على هذا الشكل، نحصل على هذه الصفيحة الإلكترونية ونتخلص من السيارة. وبالتالي كما تلاحظون فهذه هي الصفيحة الإلكترونية الخاصة بالتحكم عن بعد، يمكننا اعتبارها أن هذه هي المستقبل، يعني الذي يستقبل الإشارة أو التحكم. ولا ننسى جهاز يعني المرسل أو التحكم الأصلي الذي نستعمله في اليد وهو هذا. كما تلاحظون هذا الرقم واحد وهذا رقم اثنان هما اللذان نحتاجهما يعني في صناعة أي ابتكار يمكننا عمله في التحكم عن بعد. يمكننا ان نعتبر ان هذا الجهاز التحكم عن بعد هو رقم واحد، وهذه الصفيحة التي استخرجناها من السيارة هي رقم اثنان. كما يمكن الاشارة الى ان داخل هذا الجهاز التحكم او الريموت هذا توجد لديه صفيحة صغيرة تقريبا شبيهة بهذه الصفيحة رقم اثنان، يعني الصفيحة رقم واحد والصفيحة رقم اثنان يحتاجان الى بطارية. هذه في الاصل تكون فيها بطارية 3 فولت داخل هنا، وهذه الصفيحة الثانية التي سوف نقوم باستعمالها لانشاء اي ابتكار كذلك سوف تحتاج الى بطارية 3.7 فولت، نقوم باضافتها لها هكذا. تقريبا اي جهاز عن بعد يمكننا التحكم فيه بواسطة هذه الطريقة. سيارة تحكم عن بعد، العاب يعني كيف ما كان نوعها، يعني جرس، يعني لاحظوا هذا هو يعني رقم او اصدار هذه الصفيحة وهذه الصفيحة الخاصة بالتحكم عن بعد. ولاحظوا هي هذا هو XN عريضة 91 4R عريضة 16 الاصدار 2015 كما تلاحظون. وهنا يعطيك بعض المعلومات كما تلاحظون، يعني هنا هذه الصفيحة كم يسير مدى تحكمها كما تلاحظون، 27 متر 35 متر 40 متر و 49 متر. تقريبا هذه الصفيحة هي اقل يعني مسافة 27 متر، يعني هذه الصفيحة يمكنك ان تتحكم بها عن بعد لمسافة 27 متر. الخيط الابيض وهو الخاص بالانتينا، لاحظوا ANT، لاحظوا جيدا ANT يعني هو الخاص بالانتينا. يمكنك اما تركه على هذا الشكل او يعني وضع سلك طويل نوعا ما لكي يجذب لك اشارة قوية. بينما هذه الاطراف فهي التي سوف نقوم بشرحها بالتفصيل الممل. فقط في زائد وهنا في ناقص، يعني في زائد وهو السلك الموجب للبطارية وفي ناقص وهو السلك السالب للبطارية، بينما LR وBF فهما الذين يمكننا التحكم بهما في أي جهاز نريده، مثلا إضاءة مصباح عن بعد أو تحريك محرك عن بعد أو تحريك، يعني هذا هو المرسل وهذا يعني هو المستقبل على هذا الشكل.
بالنسبة للجهاز الأول لن نحرك فيه ساكنا، فقط نحتاج إلى يعني بطارية متواجدة بالداخل، بطارية 3.7 فولت يعني لا نحركها. ما سوف نفعله الآن وهو أننا سوف نتحك في المحرك ومصباح الليد، يعني سوف نشغلهما عن بعد، سوف نتحكم فيهما عن بعد. والآن سأعطيكم مثال يعني عن ابتكار يمكننا التحكم فيه عن بعد، وبهذه الطريقة يمكنك استعمال التحكم عن بعد في أي ابتكار تريده. فقط الآن سوف استعمل التحكم عن بعد في تشغيل المحرك وفي تشغيل مصباح الليد، يعني سوف نتحكم في هذين الجهازين معا عن بعد باستعمال هذا الريموت كنترول الخاص بالسيارة. الآن سوف أقوم بشرح كيف نقوم بتركيب المحرك ومصباح الليد والبطارية مع جهاز تحكم عن بعد، فقط تابعوا الشرح بالتفصيل. لاحظوا الآن هذه هي جهاز تحكم عن بعد أو الصفيحة الخاصة بالتحكم عن بعد، هذا هو شكلها من الآلة. لو قمنا بقلبها سوف نجدها بهذا الشكل. لاحظوا لكي لا نقوم يعني بإتلافكم، لكي لا أقوم بإتلافكم أو إداختكم، لكي لا تقومون بالإتاهة والغموض، سوف نقوم بقلبها على هذا الشكل لكي تكون واضحة، لأن هنا الرموز واضحة بشكل واضح. نقوم بتكبيرها على هذا الشكل. والآن لاحظوا هنا، الآن لدينا لاحظوا هنا هنالك في زائد وفي ناقص، في زائد وفي ناقص فهما الخاصين بالبطارية، هما الخاصين. نقوم بوضع البطارية على هذا الشكل، موجب نقوم بتلحيمه في في زائد، والسالب نقوم بتلحيمه في في ناقص. نقوم بقلبها على هذا الشكل، على هذا الشكل نقوم بقلبها ونقوم بقلب يعني الصفيحة ونقوم بتلحيمهما على هذا الشكل. قمنا بقلبها، نقوم بتلحيمهما معا على هذا الشكل، نلحم الموجب مع الموجب ونلحم السالب كذلك. التحكم مع البطارية جاهزة. الآن نحضر المحرك، هذا المحرك أين سنقوم بربطه؟ هنالك مكانين، إما نقوم بربطه في هذه المنطقة أو نقوم بربطه في هذه المنطقة. أنا سوف أقوم بربطه في هذه الجانب. يعني المحرك لديه سلكين هنا، يعني لدينا الأحمر والأسود. في بعض المحركات لن تجد الأحمر والأسود، يمكنك أن تجد ألوان أخرى، لكن ما يهمنا أن نقوم بربط كل قطب في مكان. قطب نقوم بربطه مع R وقطب نقوم بربطه مع L. قمنا بربط يعني المحرك والبطارية، والآن نقوم بتركيب يعني مصباح الليد هذا أو أي جهاز آخر تريده. الآن أنا سوف أقوم بتركيب يعني مصباح الليد هذا. كما تلاحظون فمصباح الليد هو كذلك يتكون من يعني خيطين، يعني الخيط الموجب أو السلك الموجب والسلك السالب الأحمر والأسود. كذلك هنا لدينا في البوردة، لاحظوا جيدا، لدينا يعني حرفين، يعني لدينا بي وإف، نقوم بتركيبهما كذلك. نقوم بإدخال الخيوط على هذا الشكل، نقوم بتركيب الخيوط، السلك الأول هنا والسلك الثاني هنا. الآن نقوم بقلب البوردة. والآن كما تلاحظون فلدينا الكل جاهز، يعني دار الآن مكتملة. فلدينا يعني المحرك ومصباح الليد، فهما مرتبطين مع الصفيحة التحكم عن بعد، وهنالك كذلك مكان التغذية الذي هو البطارية. الآن سوف نقوم بمحاولة أو تجربة التحكم عن بعد في المحرك ومصباح الليد باستعمال جهاز التحكم عن بعد هذا، يعني لن نقوم بلمس البطارية أو القاطعة أو أي من هؤلاء، فقط ما نفعله هو أننا نتحكم بجهاز التحكم عن بعد هذا لا غير. وسوف نرى النتيجة، هل سوف يشتغل المحرك وكذلك هل سوف ينير المصباح أم لا. فقط للتوضيح فجهاز التحكم عن بعد هذا لاحظوا ليس فيه أي شيء آخر، فقط يعني ما
تم شرحه، فقط محرك ومصباح ليد وبطارية لا غير، لا يوجد أي أداة أخرى، فقط هنا هذا الخيط وهو الخاص بالأنتينا. تلاحظون هذا هو جهاز التحكم أو المرسل أو رقم واحد. كما تلاحظون فهنا ليست لدي بطاريات، يعني 1 فولت، هذه البطاريات 1.5 فولت 1.5 فولت، وبالتالي سوف أضطر إلى استعمال بطاريات يعني هاتف 3.7 فولت. سأقوم بوضعها هنا، السلك الموجب هنا والسلك السالب هنا. والآن كما تلاحظون لقد قمنا بتركيب يعني بطارية 3.7 فولت، وضعناها في الريموت كنترول أو الرقم واحد أو لا المرسل، يعني بما أنني لا أمتلك بطاريات صغيرة فقمت بتعويضها ببطاريات يعني 3.7 فولت الخاصة بالهاتف. أنت إن كانت لديك بطارية صغيرة فقم باستعمالها دون أي مشاكل، لكن فقط للابتكار وللتطوير وللاستفادة قمت بعمل بطارية الهاتف. الآن سوف نقوم بالتجربة. لاحظوا هنا رقم واحد يعني المرسل، وهنا رقم 2 يعني المستقبل. لاحظوا هذه اللوحة الخاصة بالتحكم التي قمنا بتعديلها أو بالشرح عنها، لاحظوا ليست هناك أي قاطعة ولا أي شيء. لاحظوا فقط هنا لدينا يعني بطارية ومحرك ومصباح ليد، وهذه هي الصفحة يعني الخاصة بجهاز التحكم. لاحظوا الآن، لاحظوا سوف أقوم بالضغط على مثلا على هذا الزر، لاحظوا ماذا سوف يحدث. كما تلاحظون فهذا الزر هو الخاص يعني بتشغيل الإضاءة مثلا. لو ضغطنا على الأمامي لن يحرك ساكنا، لأن مصباح الليد يشتغل يعني في اتجاه واحد، لو قلبت الأسلاك فلن يشتغل. لكن الآن سوف ننتقل إلى هذا الطرف وهو الخاص بالمحرك. لاحظوا نضغط على هذه، لاحظوا فهو يدور إلى اليسار. الآن سوف أقوم بالضغط على هذه، كما تلاحظون فهو يقوم بالدوران إلى اليمين. وبالتالي فهذه هي يعني تجربة بسيطة عن ريموت كنترول أو طريقة التحكم أو استعمال جهاز تحكم عن بعد في أي ابتكار تريده. فقط لتروا مصداقية يعني وحقيقة هذا التحكم عن بعد وطريقة استعماله، كما تلاحظون هنا لدينا المحرك، هنا لدينا بطارية والصفيحة الأم خاصة بالتحكم عن بعد، وهنا محرك صغير، وهنالك مصباح ليد صغير. لاحظوا الآن سوف نقوم بتشغيل يعني المصباح والمحرك في آن واحد. لاحظوا لاحظوا الآن فالمصباح مضيء، لاحظوا أمامكم فالمصباح مضيء، والآن سوف نقوم بتشغيل المحرك. لاحظوا رجاء ان اعجبكم الفيديو، ولو استفدتم من الشرح ولو قليلا قوموا بعمل اعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد.